ازيكم؟ النهارده هنشرح مع بعض ليكتشر 3 الـ Average Rate of Change الـ ARC. دي شرح موضوعنا، هنبتدي نحل الواجب اللي سبناه المرة اللي فاتت، كان على Rationalize of the Numerator، ازاي اتخلص من الجذر الموجود في البسط. دي المسألة بتاعتي، جذر x زائد 1 ناقص 1 على الـ x. كنت بعمل ايه علشان اتخلص من الجذر الموجود في البسط؟ كنت بضرب فوق وتحت في جذر x زائد 1 زائد 1 على جذر x زائد 1 زائد 1، وبعدين بضرب جذر x في جذر x بx، جذر 1 في جذر 1 بواحد، سالب 1 في موجب 1 بسالب 1 على x في الجذر x زائد 1 زائد 1، بعدين موجب 1 سالب 1 يطيروا مع بعض والاكس تطير مع الاكس اللي تحت، هيتبقى لي جذر x زائد 1 زائد 1 تحت وفوق 1. المسألة التانية كانت بتقول جذر x زائد h زائد جذر x على h. كنت بعمل ايه عشان اتخلص من الجذر؟ بضرب فوق وتحت في جذر x زائد h ناقص جذر x على جذر x زائد h ناقص جذر x. جذر x في جذر x تديني x، وجذر h في جذر h تديني h، وجذر x في جذر x تديني x، وطبعا موجب في سالب بسالب. ننزل تحت h في جذر x زائد h تبقى زي ما هي ناقص جذر x. بعدين موجب x وسالب x يثيروا مع بعض وال h تطير مع ال h، تمام؟ يبقى 1 على جذر x زائد h ناقص جذر x. ندخل بقى النهاردة في موضوعنا الـ Average Rate of Change. يعني ايه Average Rate of Change؟ هناخد معدل التغير. يعني ايه معدل التغير؟ y بتساوي fx. يعني ايه y بتساوي fx؟ دي كنا بناخد المعادلات. المعادلة عبارة عن ايه؟ المعادلة عبارة عن متغيرين، معادلة فيها متغيرين، عندي متغير y وعندي متغير x. دول متغيرين يعني الارقام بتتغير، يعني ال x مفروض تتحط برقم والy هينتج عنها رقم. في علاقة ما بين الy وعلاقة ما بين ال x، يعني علاقة، في علاقة ما بين الy وعلاقة ما بينها وما بين ال x، تمام؟ ازاي؟ الx والy مترتبين على بعض، يعني لو حصل تغير في الx ينتج عنه تغير في الy. independent variable وفي dependent variable. الx بسميه independent variable والy dependent variable لانه بينتج عن تغير الx تغير في الy. يعني لو الx اتغيرت كانت بواحد بقت بثلاثة، معنى كده ان الy هتتغير، كانت مثلا بخمسة هتبقى مثلا بسبعة على حسب المعادلة اللي بتديهالي، هنفهم اكتر بعد شوية. طيب لو عندي y واحد هتساوي ايه؟ هتساوي f x واحد، بسمي x واحد هينتج عنه تغير في y واحد. طب لو ال x واحد بقت x اتنين يبقى ال y واحد هتبقى y اتنين. في حاجة عندي اسمها delta x، ده ال change in variable x، معدل التغير في المجهول x. ده بيساوي ايه؟ بيساوي x اتنين ناقص x واحد. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا عندي اكس واحد دي مثلا بتساوي اتنين، واكس اتنين دي بتساوي مثلا اربعة، فانا كده اكس اتغير قيمته من اتنين لاربعة، يبقى ده اسمه معدل التغير. يبقى نطرح الاربعة من اتنين يبقى اتنين، ده اللي تشينج، يعني ده الدلتا اكس قيمتها اتنين، الاربعة ناقص الاتنين، تمام؟ بفترض ارقام. طيب الدلتا واي هتساوي واي اتنين ناقص واي واحد. الدلتا واي معناها ايه؟ الـ change in variable y. The average rate بقى of a change اللي هو الـ ARC in y variable over the interval x1 x2 is given by. لو عاوز اجيب بقى معدل متوسط او معدل التغير بجيبه ازاي؟ متوسط الـ ARC ده ليه قانون، الرايز على الصن اللي هو البسط على المقام، الـ dy على الـ dx. شفنا الـ dy ده اللي احنا اخدناه على الـ dx، تمام؟ طيب بما ان ال y واحد بتساوي f x واحد، معنى كده ان انا ال y اتنين f x اتنين، يعني ممكن اشيل ال y اتنين وال y واحد واعوض عنهم ب f x اتنين و f x واحد. طيب انا عندي ال ARC بيساوي ايه؟ ده قانون ثابت، الدلتا y على الدلتا x، او ال y اتنين ناقص y واحد، ما الدلتا y يعني ايه؟ y اتنين ناقص y واحد على ال x اتنين ناقص ال x واحد، هتساوي ايه برضو؟ ال f x اتنين اللي هي الواي اتنين ناقص الواي واحد اللي هو ال f x واحد على ال x اتنين ناقص ال x واحد، تمام؟ ده كده ال ARC، ده القانون بتاعه.
تعالوا بقى نفهم على الرسم البياني. أول حاجة أنا عندي النقطة اللي هي AD، تمام، تقابلها اللي هي في العمود ده بتاع الصادات، وده السناب، ده الإكس تمام وده الواي. النقطة AD تمام كانت برقم أهو، والواي برقم اللي هو الإف إيه. احنا قلنا الواي لما إيه يتغير، إف إيه أو الواي هتتغير، تمام. طيب أنا عندي الإيه أهو اتغيرت من البي للنقطة كيو، يعني الإيه اتحركت من الإيه للإتش هنا كده. معنى كده الإتش دي المسافة اللي اتحركتها أو اللي اتغير، غيرت النقطة إيه، تمام. طيب الإيه اتغيرت مسافة إتش، بيت إيه زائد إتش. يعني مثلا لو أنا قلت النقطة إيه دي كانت بتلاتة والإتش دي مثلا بأربعة، يبقى إيه زائد إتش يبقى بسبعة، يعني كانت بتلاتة بقت بسبعة. الإتش دي هي المسافة اللي اتحركتها اللي هي أربعة مثلا، تلاتة وأربعة إيه سبعة، عشان كده سميناها إيه زائد إتش، يعني النقطة إيه زائد التغير اللي حصل اللي هو الإتش. معنى كده إن لو إيه اتغيرت هينتج عنها برضو تغير في إيه، في الواي اللي هي الإكس، تمام. هيبقى إيه إف إيه زائد إتش، تمام. يعني النقطة إيه زائد إتش بقت النقطة الواي اللي بتقابلها إف إيه زائد إتش. الخط ده، الخط الأخضر ده بسميه سلوب اوف سيكند لاين، اللي هو ايه الافرج ريت اوف ريتير، قصدي افرج ريت اوف تشينج، انا اسفه، تمام. يبقى الخط الاخضر ده بنسميه افرج ريت اوف تشينج، اللي هو متوسط معدل ايه التغير اللي حصل من الاي راح لاي زائد اتش. النقطه كانت بي اللي هي الاي والاف اي بقت كيو، تمام، فحصل تغير. الاف اكس واحد ده اللي هو بنسميه ايه، اللي هي النقطة A، والـ X2 اللي بنسميها A A زائد H، والـ FA اللي هي A FX، والـ FA زائد H اللي هي FX2. الـ ARC بقى هتساوي الـ FA زائد H ناقص الـ FA على H. جاب منين القانون ده؟ القانون ده هو هو اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت أو من شوية. بقول ال F A زائد H اللي هي ايه؟ اللي هي معدل التغير في المحور الرأسي، اللي هو Y2 ناقص Y1، مش ال F A زائد H دي بقت Y2، مش هي اتغيرت من ال A لل A زائد H. معناها كده ال F A زائد H ده اللي هو Y2 ناقص Y1 اللي هو ال F A، ال F A على ال X2 ناقص ال X1. طيب ال X احنا بنسميها هنا ايه؟ بقت A زائد H، يعني A زائد H اللي هي الإكس اتنين ناقص الإكس واحد اللي هي إيه؟ الـ A. يعني A زائد H ناقص A، هنلاقي الـ A راحت مع الـ A، هيتبقى لنا إيه؟ هيتبقى لنا الـ H اللي هي المسافة اللي اتحركتها. يعني كأني بجيب المسافة دي والمسافة دي وأقسمهم على بعض، هو ده الـ ARC معدل التغير. ناخد مسألة توضح كل الكلام اللي احنا شرحناه ده. بيقول لي consider y بتساوي ال fx بتساوي x زائد واحد أس دي أس، أس اتنين. find the rate of change in the y variable over the interval سالب واحد واتنين، تمام. عندي معادلة وبيقول لي عندي ال x كانت بسالب واحد وبقت باتنين ال interval بتاعتها. طيب الاكس واحد هتساوي سالب واحد، والاكس اتنين زي ما اتفقنا باتنين، تمام. نعمل ايه بقى؟ مش جايب لي هنا معادلة اللي هو الاف اكس اللي هو الواي، بيقول لي الواي هتساوي الاكس زائد واحد اس ان. معنى كده ان انا لو عوضت عن الاكس بقيمة هيطلع لي قيمة الواي. طب تعالوا نعوض مرة بالسالب واحد ومرة بالاتنين، تمام. طيب اكس واحد هنا بسالب واحد، يبقى الواي واحد هتساوي اللي هو الاف اكس واحد. يعني خلينا كده متفقين او فاكرين النقطة دي ان الواي واحد هي هي زي ما اقول اف اكس واحد. طالما حطيت اف يبقى هنا قصده الواي، بقى اف سالب واحد اللي هي سالب واحد
زائد واحد هنعوض عن الاكس بسالب واحد. طب سالب واحد زائد واحد أس اتنين هتطلع بزيرو. طيب تعالوا نعوض عن الاكس اتنين مرة باتنين، يبقى الواي اتنين اللي هو اف اكس اتنين هتساوي ايه؟ الاتنين زائد الواحد أس اتنين هتطلع بتسعة. تمام، يبقى احنا كده معانا الاكس واحد والاكس اتنين والواي واحد والواي اتنين، يبقى احنا كده نقدر نجيب ايه؟ الافريج ريت اوف تشينج عالي خالص. طيب الدلتا اكس والدلتا واي، عشان الافريج ريت اوف تشينج الدلتا واي على الدلتا اكس، تعالى نجيب دلتا واي. دلتا واي هتساوي ايه؟ واي اتنين ناقص واي واحد. طب واي اتنين طلعناها بكام؟ بتسعة. واي واحد طلعناها بزيرو، تسعة ناقص زيرو هتطلع بتسعة. طب تعالوا نجيب الدلتا اكس. الدلتا اكس هتساوي ايه؟ اكس اتنين ناقص اكس واحد. طيب اكس اتنين اللي هي بكام؟ اهو باتنين، ناقص اكس واحد اللي هي بسالب واحد، يبقى اتنين ناقص سالب واحد يعني سالب في سالب بموجب، اتنين موجب واحد هتبقى تلاتة. تعالى بقى نجيب الـ ARC. الـ ARC هتساوي الدلتا واي على الدلتا اكس اللي هو التسعة على التلاتة هتديني تلاتة. معنى كده ان الـ ARC بتاعي طلع في الاخر بايه؟ بتلاتة. كده اتمنى تكونوا فهمتوا. خلصنا المحاضرة، بس ناخد مسألة كده واجب ان شاء الله تحلوها ونحلها مع بعض المرة الجاية. يا ريت تكتبولي الحل في الكومنت واصحح لكم. بيقول ايه؟ Determine the average rate of change. عاوز الـ average rate of change. تمام، الـ ARC عندي الـ fx بتساوي x تربيع اللي هي x أس 2 زائد 4x ناقص 5 on the interval 1 و 3. تمام، نطلع هنا مع بعض، نحاول نطلع الـ ARC ونكتب قيمة الـ ARC طلعت معاك كام في الكومنت. شكرا جدا، أتمنى تكونوا فهمتوا من الدرس واستفدتوا. أشوفكم الفيديو الجاي.